في الحقيقة أن بصمة المملكة العربية السعودية تملأ العالم وين ما رحت. خلني أذكر لك من أبرزها، وهي بصمتنا البيضة طبعاً، أنك تلقى سعوديين يشغلون مناصب مهمة في مستشفيات كبرى في العالم، وتستفيد هذه الدولة من علمهم وخبرتهم وتجاربهم. نذكر منهم على سبيل الذكر للحصر مثلاً الدكتور محمد الدوسري، مدير مركز العلوم العصبية للأطفال في كليفلاند كلينيك أوهايو. الدكتور عمر أبو سليمان، استشاري جراحة الأنف في سويسرا. الدكتور حسين بن صالح الهمل في مستشفى ميديكال بارك في ألمانيا. الدكتور هاني بن طلال الجهني في مستشفى كولمار في فرنسا. والبروفيسور خالد العتيبي اللي جاء للعالم عشان ينقذ حياة الكثير في وقت إجازته، كان يستغل وقت الإجازة عشان يسافر للدول النائية لإجراء العمليات اللازمة، وكان يقضي 12 ساعة من يومه من أجل إيصال رسالة الإنسانية اللي تعتمد على مد يد العون لكل مريض. البروفيسور خالد العتيبي قضى عمر سنوات طويلة من عمره في العمل الخيري، وهذه تجدها في كثير من الأطباء اللي مثلك وشرواك، اللي عندهم هذا الحس الخيري داخله. 20 سنة في العمل الخيري، كم دولة زرت ما شاء الله؟ تقدر تعدهم؟ والله يمكن فوق 15 دولة، أكثرها في أفريقيا. طبعا على سبيل الذكر نذكر منها سيريليون، السنغال، جنوب السودان، جوبا، زنجبار، جزر القمر. كانت لها أكثر من رحلة كل دولة؟ طبعا بعض الدول هذه لها أكثر من رحلة بشكل مستمر. كم عملية تقريبا تخلصونها في الرحلة الواحدة في اليوم الواحد؟ هو أنا معدل تقريبا رحلة إلى رحلتين بالسنة، كل رحلة تستغرق من 7 إلى 10 أيام. طبعا المخيم الطبي هذا يضم مجموعة من الاستشاريين والتمريض والتخدير. بعض الرحلات ننجز ما يقارب 150 إلى 250 حالة جراحية تنجز على مدار 7 أيام. العمل يكون تقريبا 12 ساعة باليوم متواصلة لإنجاز أكبر عدد من الحالات. إيش الأثر اللي تحسون فيه بعد كل مخيم تطلعون له؟ دائما الأطباء المتعودين على العمل التطوعي يعلم أن هذا العمل هو زكاة علمه. يعني الله عز وجل وهبك هذا العلم وهذه القدرة وهذه الخبرة، فجزء من الرد الجميل هو العمل التطوعي. فأنا أقول دائما العمل التطوعي هو زكاة العلم اللي الله عز وجل وهبك يعني. فتخيل تفريش كربة عن مسلم، عن مريض، نتكلم حنا هنا مسلم وغير مسلم، لما نذهب إلى أفريقيا نعالج الجميع، لا نفرق، هذا مسيحي، هذا مسلم، هذا غير مسلم، نعالج جميع الفئات الدينية.